رغم كل الانهيار العربي الرسمي الذليل، رغم كل ذلك يعلنون للتاريخ للمستقبل بأن شعبنا الفلسطيني الذي قاتل وقاتل وقاتل وضحى سيبقى يقاتل، سيبقى يضحي إلى أن تنتصر، إلى أن تنتصر قضية الحرية على أرض فلسطين والأرض العربية. لكي يصبح هذا الإطار، الإطار السوري العراقي، هو الإطار الذي ننطلق منه في مرحلة من التحدي جديدة ومنتصرة. الكلمة الأولى التي سنناضل من أجلها هذه المهمة هي أن تصبح الثورة الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ من نواة التصدي المتمثل في القطر العراقي والقطر السوري.